استاذ عصام، العداله داخل الملعب وخارج الملعب، كيف يمكن ان يتم تحقيق العداله في ظل اننا كلجنه تدير الاتحاد عملت للنادي الاهلي مبارياته من يوم 2 ليوم 12 اربع مباريات، ولنادي الزمالك النادي المنافس للنادي الاهلي حتى هذه اللحظه ثلاث مباريات، ونادي الزمالك في بيان رسمي وهو من حق اعضاء مجلس ادارته طبعا هم شايفين مصلحتهم في كده فمن حقهم ان هم يعملوا كده، ولكن نادي الزمالك عمل بيان وقال ان هو مش هيلعب مباراه اسوان قبل ما الاهلي يلعب بقيه مباراته في الكاس، وبالتالي من الممكن جدا ان نادي الزمالك يلعب مباراه او مباراتين فقط في خلال هذا العشر ايام. هل ده اسمه تكافؤ فرص كابتن؟ الخطوره كلها ان هناك شحن من نوع خاص. نعم. زي ما قلت لك يعني الغنوة العظيمه بتاع النجاح يرفع ايده دي تظل علامه اجيال يعني. أيوه. وبالتالي على العكس تماما التاني لازم يطلع يقول لا ده اصل ابوه بيشتغل في التربيه والتعليم، اصل حد اداله الامتحان، اصل فصل. الاخطر من كل ده يا ريت رست يا عم جمال على انك انت بتتكلم في سكه انه هناك مساندات مساعدات، انت بتشحن اللي قدامك ما بين نجوم كبار محترمين هم مدراء فنيين وما بين لاعبين بيتهموا، وبالتالي زاد حجم العنف غير المشروع. صح. تمام. على اللاعبين عمل لهم نوع من الخشيه، وان كان طبعا انا معاكم عشان ما نعيدش الكلام تاني، اللعيبه محتاجه فعلا تضبط ادائها اكتر، تعرف ان التركيز. اسلام قال حاجه مهمه جدا، كنت اقف عشان اعمل الاوفر ومش لازم اروح مع الكوره. دكتور طه اسماعيل وهو يشرح قال وانا كسبان جون لا ما عادش زي الاول، لازم اقفل مساحاتي. اجزاء فنيه الاهلي ومديره الفني جدير بيها. الاهم ان الكابتن حمود الخطيب لابد من سؤال مهم، ليست عاده رؤساء النادي الاهلي الذهاب كثيرا للفريق، لكن هو يذهب ومعه توكيل الجمهور اللي كان عليك. بيكون موجود في نفس المدرجات ينقل لهم، وعندنا جزء من المحادثه جمهوركم مستنيكوا. لا ولا يتدخل في الامور الفنيه طبعا، ولكن هو بينقل حس الف باء. هو كل الحكايه هو كلمتين، جمهوركم مستنيكوا، جمهوركم اللي عملنا وعملكم هيعمل اجيال قادمه. الخطوره هنا في العداله ان العداله يصعب تحقيقها مع ناس احنا مش عارفينهم، حكام يتم تعيينها في منتصف الليل زي افلام فريد شوقي زمان الحقيقه يعني. لا ادري على اي مقياس ولا على اي رختر في الدنيا. والاخطر من كده لا توجد لجان بالمعنى المفهوم، وانا اتصور ان النادي الاهلي يرصد، لكن هذا ليس وقت يعني القاء كلمة إدارية، لكنه وقت استمرار المنافسة واستمرار دعم الفريق، لكن كل ده لابد أن يرصد. لا يوجد اتحاد في العالم مغلق على مدار الساعة. تعرف بعض الأشياء أحيانا لما تجيلك يعني مسج أو جروب أو حاجة، لا نعرف من هم اللجنة التي تعين الحكام، اللهم إلا أعتقد الكابتن وجيه لو لسه موجود، ما اعرفش مين المسابقات اصلا. موجود ما انا ما اعرفش الحقيقه الدنيا عتمه هناك يعني. المكان المكان يصعب تفسيره يا كابتن اسلام. وانا بقول لك كلام بجد مش هزل ومحدش يزعل مني يعني، ولا تدري على اي مقاييس ان تقام مباريات مثلا فياتي حكم من 2016 لحكم للاهلي ولا الزمالك. ما علينا من مشاكل، فوارد انه حكم يسقط فنيا يوم او يكون في قمه مستواه، لكن على اي اساس؟ فتعرف ان الحكام في الساحل بيعيدوا. لا، المسابقة دي مسابقة كبيرة، الدوري المصري ده براند كبير قوي، الرياضة وكرة القدم في القلب منها، الدولة المصرية في عنوانها مصر الجديدة من 2013 أصبحت نسخة دولية حقيقية. لا يمكن أن تدار الأمور بهذا المنطق، وأنا أتصور أن هناك رصد كامل. هنا الخطورة في تحقيق العدالة، والعدالة هنا حين يتحدث نادي بحجم النادي الأهلي عنها هيتم تصغير المأساة عشان يبقى بيتكلم عن جون وفاول وكلام يعني لا يجوز ولا يحمل أي من المنطق. النادي الأهلي اللي التأدب فيه زي وزارة التربية والتعليم كده يسبق النتائج، النادي الأهلي اللي لاعبين هم يعني زبدة المجتمع الكروي أفريقيا وعربيا حين يعني غضبوا دون حق، لعب بالناشئين وقائع شهيره جدا ابو حباجه فيلعب بداله كابتن حمدي كروان في اجيال، يعني اقصد
أن النادي الأهلي لا يماحك مقابل هدف، يماحك مقابل الصناعة، مقابل أن كرة القدم المصرية في كل التنافس الفترينات اللي احنا دايما يا أستاذ بالظبط، التنافس مش لأغراض بسيطة ولا لأغراض اسمه. النادي الأهلي يريد أن تكون الكرة المصرية ممثلة معاه أو غيره في بطولات أفريقيا هي الأفضل، زي ما الناس بتقف لهم، وأنا شفت ده في تونس الكابتن وهو بيتكلم لما كنا في يعني في البطولة اللي اتسرقت دي بفعل فاعلين كثر وقتها الحقيقة يعني ماتش 3-0 يعني كان كلامه كله، كنا في صالون واحد إنه متى يكون لدينا نظام بحجم احترام الناس للكرة المصرية عربيا وأفريقيا على الأقل، وبالتالي هذه المنافسة حتى تصبح عادلة، مش هقول شريفة لأنه طبعا لا أستطيع التشكيك كلهم أصدقائنا وكلهم ناس محترمة، لكن لا هناك ميوعة في الأداء، هناك حاجة غريبة ترضيات جداً للسوشيال ميديا، هناك محاولة للحفاظ على الكراسي، والكراسي يعني أنا بقترح على سبيل يعني أنه فعلا تبقى الدنيا سهلة أنه الكراسي ما تكونش فيها نوع يعني من اللاصق المحلي ده، عايزين كراسي يعني تفال يعني تفال تبقى عشان تزحلق، عشان التفال ده مش هيجي ألا بحزمة قوانين مترجمة. الحقيقة أي إعلام مستنيرة كابتن إسلام لازم يقف ضد حكاية أن احنا نسمع أن في لوائح بتتعمل علشان البند الأول يقول لك أصل الجمعية قاعدة قدامك اهي في القاعة، البند الأول يذهب فلان إلى علان موافقين عليه موافقين، لا نحن نريد نظام إن شاء الله بعد انتهاء الموسم، وأنا وعدت حضرتك إن دي هتكون حملة من الزملاء الأعزاء المحترمين اللي بيقدروا البلد دي مش النادي الأهلي بس، وبالتالي لابد أن يكون لدينا نفس الشرائع ونفس النظم المحترفة في كل العالم، في القلب منها أن يكون لدينا نظام كروي إداري يديروا محترفين بلجان مش بيت يعني معتم ما نعرفش مين اللي هو. نتمنى ان ده يحصل، لان ده اخطر حاجة كابتن، لان زي ما قلت لحضرتك هو بالمناسبة النادي الاهلي فاضله 9 مباريات ونادي الزمالك فاضله 7 مباريات يعني الفرق مباراتين.